بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنتكلم اليوم في محاضرة مهمة جدا اسمها البوردتيلا. في نهاية هذه المحاضرة إن شاء الله هنستوعب سويا ما هي الجنرال فيتشرز للبوردتيلا والمورفولوجي والكالتشر، ثم هنتكلم على الباثوجينيسيس، هنتكلم على الدياجنوسيس، ثم هنتكلم على التريتمنت والبريفنشن. تعالوا نشوف أولا الجنرال فيتشرز للبوردتيلا. البوردتيلا حقيقة اللي اكتشفوها هم عالمين، عالم اسمه بوردت ونسبت له، وعالم كان معاه اسمه الجينجو. الاثنين هم اكتشفوا قضية البكتيريا البوردتيلا. الصفة الثانية ان في 3 سبيشيز، في بوردتيلا بيرتاسس، وفي بوردتيلا بارا بيرتاسس، وفي بوردتيلا البرونكوسيبتيكا. لكن بالتأكيد اهم واحدة على الاطلاق اللي هي البوردتيلا بيرتاسس اللي هي بتعمل السعال الديكي. الصفة الثالثة انهم كلهم دول هم جرام نيجاتيف كوكو باسيلاي. بالتأكيد البوردتيلا بيرتاسس بتعمل ويبين كف اللي هو السعال الديكي، وما دام بتعمل ويبين كف اذا بالتأكيد هذه البكتيريا حتكون ستريكت ايروبس، لانها حتصيب الجهاز التنفسي فعاوزة اكسجين فحتكون ستريكت ايروبس. النقطة السادسة في الكلر فيتشرز انها كابسوليتد، وبالتالي دي حتعطيها ميزة إضافية في الباثوجينيسيس. تعالوا نشوف المورفولوجي. المورفولوجي دي أكيد جرام نيجاتيف كوكو باسيلاي، نان موتايل، كابسوليتد، كمان نان سبور فورمينج. الكالشر. الكالشر زي ما قلنا هي ستريكت ايروبس، عشان تنمو عاوزة كومبلكس انريتشد ميديا، وبالتالي واحدة من الأشياء المهمة إنه البكتيريا دي وجدوا إنها بتحب الفحم. فيروحوا يجيبوا الفحم ويخلطوه في البلاد أجار ويسموه شاركول بلاد أجار. غير كذا إنه العالمين اللي قلنا عليهم بوردت والجينجو هم عملوا ميديا، جابوا بطاط على بلاد على جلسرول وخلطوهم مع بعض وسموا المكونات دي باسمهم. طبعا زي ما قلنا هي سلو جروور، يعني عاوزة من 4 إلى 7 أيام عشان تنمو. لما تنمو دي بتعطينا كاركترستيك مورفولوجي في على البليت اللي هي بتعطي عمليه الجريش وايت مع شايني كونفكس سيرفيس، ويسموها كده يسموها ميركوري دروب ابييرنس، يعني زي عمليه نقطه الزئبق زي ما انتم شايفين هي شايني. كمان الفيرولنس فاكتورز اللي بتعملها البكتيريا دي او اللي تمتلكها البكتيريا دي هي كابسوليتد، وبالتالي حتعمل انتي فاجوسايتوزيس، حتعمل قضية الاتاتشمنت. والاتاتشمنت هنا البكتيريا معها 3 فاكتورز تعمل بهم الاتاتشمنت. اول واحد اللي هو فيلمنتس هيم اجلوتينين على السيرفس حق البكتيريا. فيلمنتس هيم اجلوتينين له سبيسيفيك ريسبتور على الهوست سيل حقنا، فهتعمل اتاتشمنت. هذا الاول. الامر الثاني اللي هو البروتكتين، كمان على سيرفس بروتين. البروتكتين عبارة عن سيرفس بروتين على البكتيريا له سبيسيفيك ريسبتورز على الهوست سيل حقنا، فبالتالي طبعا كثير السيل في الجهاز التنفسي حتعمل كمان اتاتشمنت. اذا الى الان في معنا 2 فاكتورز بيعملوا اتاتشمنت اللي هو فيلمنتس هيم اجلوتينين والبروتاكتين. في واحد ثالث حنتكلم عليه بعد شويه. طيب الفيرولنس فاكتور اللي بعده نسميه احنا بيرتاسس توكسين، والبيرتاسس توكسين منه نوعين، نوع مرتبط بالبكتيريا ونوع يحصل له ريليزنج بالبكتيريا ونسميه فري. فالنوع المرتبط بالبكتيريا ان البكتيريا تلتصق به على الهوست سيل حقنا وعلى الابيثيليال سيل. النوع اللي هو الفري اللي بتعمل له ريليزنج اللي هو بنسميه بيرتاسس توكسين، لكنه يحصل ريليزنج، البكتيريا بتطلعه وليس باوند فيها. فبالتالي اذا عشان يحصل ما نسميها بالاتاتشمنت، عشان يحصل بالاتاتشمنت حيكون الاتي، في معنى الفيلمنتس هيم اجلوتينين اللي قلنا عليه قبل شويه، وفي معنى البرتاكتين اللي قلنا عليه قبل شويه، وكمان في معنى البرتاسس توكسين اللي هو الباوند فورم، كمان حيعمل ادهيرنس. اذا البكتيريا دي تمتلك 3 عوامل يخلوها تحصل عمليه ما نسميه بالادهيرنس او الاتاتشمنت. طيب تعالوا نشوف الان ما وظيفه البرتاسس توكسين اللي هو الفري اللي بتعمل له ريليزنج. اول وظيفه له انه لو ما تعمل ريليزنج للبرتاسس توكسين بتعمل دمج للسيليا. فتخيلوا هذه بكتيريا طلعت البرتاسس توكسين الفري فعمل ديستراكشن للسيليا، فهذا اول واحد. الامر الثاني انها بتعمل
البرتاس السوكسين الفري لو ما يحصل له ريليزنج بيعمل بروليفريشن للليمفوسايت ويحصل ليمفوسايتوزيس. وهذه واحده من الاشياء اللي تخادعنا احنا دائما لما نشوف في السي بي سي لما نشوف ليمفوسايتوزيس نقول هذه اكيد فايرال انفكشن. بينما زي ما انتم شايفين الان واحده من اللي هي البورديتيلا برتاسس بتعمل ليمفوسايتوزيس، شايفين كيف البلد فيل الليمفوسايت ملان فيه. النقطه اللي بعدها في البرتاسس توكسين الفري انه بيأكت از ادينايت سايكليز، فيروح يحول الاي تي بي الى سايكليك ادينوسين مونوفوسفيت، فحيحصل ما نسميه بالتشامب. التشامب ده بيكون بيأكت از تشانل، فتخرج من الخليه كل الفلويدز فتصبح الخليه تعبانه، الفاجوسيتيك سيل تصبح تعبانه، لا قادره تعمل كيموتاكسيس ولا قادره تعمل كيلينج، فيحصل انهيبيشن للفاجوسيتيك فانكشن. وبالتالي ما معناها معناه انه حيد الانيت اميونيتي، الفاجوسايتوزيس مش حتتم نتيجه لانها بتطلع زي ما قلنا الادرينال سايكليز اللي حيعمل في النهايه تشام، فبالتالي حتخرج حيعمل ريليزنج او حتخرج الفلويدز اللي في الخليه، وبالتالي الخليه دي حتصبح ضعيفه مش قادره تعمل فاجوسايتوزيس. النقطه المهمه في الفيرولنس فاكتور البرتاسس توكسين اللي هو فري كمان انه بيزود السنسيتيفيتي للهستامين. احنا نعرف لما في اي انفلاماتوري ريسبونس بيطلع هستامين عادي، لكن التوكسينز ده بيزود السنسيتيفيتي لهذا الهستامين اللي طلع، فالخلايا او الريسبتورز تقبله بشكل كبير ويحصل اريتيشن. واحده من الكوزز اللي بتعمل عمليه الكف المستمره انه في انكريز للسنسيتيفيتي للهستامين اللي طلع. البرنس فاكتور الرابع يسموه تراكيال سايتوتوكسين، البكتيريا بتروح بتطلع التوكسين اللي هو تراكيال سايتوتوكسين وسايتوتوكسين، فحيروح يعمل ديستراكشن للسيليا، وبالتالي مشكله وبس، حيعمل حتى مش حيخليها يحصل لها ريجينريشن، فبالتالي حيعمل انهيبيشن للسيليا موفمنت. طيب اكيد حيحصل كف اكيد، لكن في تصوركم الكف ده هل حيكون كف يعني مع البلغم ولا كف ناشف؟ بالتاكيد الكف حيكون دراي لانه السيليا تكسرت والسيليا هي اللي بتطلع الميوكس، فبالتالي حيكون دراي كف. اذا احنا قلنا الدراس فاكتور على مستوى كبير عالي مع البورديتيلا برتاسس، في فيلمنتس هيماجلوتينين وفي تراكيال سايتوتوكسين وفي برتاسس توكسين. وزي ما قلنا البرتاسس توكسين بيساعد في الادهيرنس، بيعمل دمج للسيليا، كمان بيعمل بياكت از ادينالايت سايكليز، وبيعمل ليمفوسايتوزس على اعتبار انه بيعمل بروليفريشن كمان للليمفوسايت، وكمان بيزود السنسيتيفيتي للهيستامين. طيب تعالوا نشوف الباثوجينيسيس لهذه البكتيريا اللي بتعمل ديزيز شهير جدا اسمه الويبنج كف او السعال الديكي. في ثلاثه ستيجز بتحصل، كاتارال ستيج، بروكسيمال كف ستيج، والكونفاليسنت. تعالوا نشوفهم واحد واحد. الكاتارال ستيج اول الديزيز بشكل عام ينتقل بالدروبليتس، ولما ينتقل الديزيز له سبيسيفيك ريسبتورز على التراكيا والبرونكيولز، فيكون له سبيسيفيك ريسبتور هناك. حيبدا الدور اللي هو كاتارال ستيج اللي بنقول عليه كولونايزيشن، يعني البكتيريا هنا ما معنى كولونايزيشن انها حتستعمل المكان، وبالتالي ده الانكوبيشن بريد حقه من اسبوع الى اسبوعين، حيبدا عمليه طور الكاتارال ستيج. ليش حيحدث الكاتارال ستيج؟ حيحدث للريسبتورز اللي بيعملوا اتاتشمنت، الثلاثه الفاكتورز اللي بيعملوا اتاتشمنت اللي هم فيلمنتس هيماجلوتينين والبرتكتين والبرتاسس توكسين اللي هو الباوند، دول حيستعملوا المكان. لو ما يستعملوا المكان بالمنطق دول معناها انه حيحصل بروليفريشن للبكتيريا، والبكتيريا دي حيحصل لها ملتيبليكيشن وحتكثر هذه البكتيريا. لو ما تكثر هذه البكتيريا هي اللي حتؤدي الى ما نسميها بالكاتارال ستيج. وبالتالي مواصفات الكاتارال ستيج انه يكون في فيفر وفي راني نوز وفي مايلد كف والسنيزنج. وزي ما قلنا ذا الانكوبيشن بريد حقه من اسبوع الى اسبوعين. النقطة المهمة جدا هنا، بالتأكيد في الكاتارال ستيج حيكون في لارج نمبر من الأورجانيزم أكيد، لأنهم بالثري فاكتورز عملوا عملية اتاتشمنت وبعدين بدأوا يتكاثروا. النقطة الثانية بالتأكيد هنا الأنتي بايوتكس حيكون مور إفكتيف. ليش؟ لأنه عدد البكتيريا كبير، وبالتالي لو ما نستخدم أنتي بايوتكس حيقضي على هذا العدد الكبير. بعد هذا الكاتارال ستيج حيأتي الطور الآخر اللي بنسميه بروكسيمال كاف ستيج،
وهذا البروكسيسمال كاف ستيج ديو تو او ناتج عن التوكسينز اللي حصل لها ريليزنج اللي هو البرتاساس توكسين الفري بالاضافه الى التراكيال سايتوتوكسين هم اللي حيعملوا البروكسيسمال كاف. هذه التوكسين اللي طلعت الان زي ما قلنا بتعمل عمليه مثلا اكتيفيت بتعمل اكت از ادلايت سايكليز بتروح بتزود السنسيتيفيتي لقضيه الهيستامين. فايش اللي حيحصل؟ حيحصل ان الطفل ده حيعمل كف وكل نوبه كف تستمر بشكل مستمر من 5 الى 20 كف متواصله. فالطفل ده يسعد 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 20 مره طبعا ما يتنفس في هذه اللحظات فيخلص يا دوب اخر كف اللي هو العشرين فياخذ نفس فيبدا ما نسميه هنا بانه يسموه كذا يسموه الويب او الويب ومن هنا سموه ويبن كف اللي هو قضيه زي سعال الديكي. فذي عمليه ما نسميها بالبروكسيسمال كف. بالتاكيد البروكسيسمال كف هي ناتجه زي ما قلنا عن التوكسونيك ستيج عن قضيه برودكشن للتوكسين باي الفيرولنس فاكتورز اللي قلنا عليها. وكمان بالتاكيد انه هنا سكانتيا اورجانيزم لانه خلاص العمليه ليست عمليه بكتيريا ولكنها عمليه التوكسين اللي حصل. وبالتالي الانتي بايوتكس هنا حيكون دوره اقل لانه ما عاد فيش اورجانيزم عشان يقضي عليه. القضيه قضيه توكسين وليست قضيه اورجانيزم. اذا هذا الكاثارال ستيج طبعا هنا ممكن تكون زي ما قلنا 7 دايز اسبوع حتستمر الكاثارال ستيج الى من اسبوع الى اسبوعين بعدين بروكسيسمال ستيج حتستمر كمان من اسبوعين الى اربع اسابيع وبعدين ياتي طور الكونفاليسنت او طور الشفاء. في كومبليكيشنز واحده من الكومبليكيشنز المهمه ان احنا نقول سكندري بكتيريال انفكشن. احنا مشتبقنا زمان في الستاف اوريس وفي الهيمبولس انفلونزي انهم موجودين الهيمبولس انفلونزي تكلمنا عليها عاد هنا اليوم انهم موجودين في الريسبيراتوري. فتخيلوا لو شخص حصل عنده عملية البرديتيلا برتاسس فحيحصل دمج في السيليا فبالتالي حيحصل ان البكتيريا دي اللي هي ستاف اوريس والهيمفلس انفلونزي حيستغلوا الوضع وحيعملوا سكندري بكتيريال انفكشن وحيعملوا نيمونيا. فواحدة زي ما قلنا كومبليكيشن النيمونيا بالاسبيريشن سواء بالاسبيريشن لقضية للأورجانيزم اللي هي موجودة اساسا كارير او نورمال فلورا. النقطة الثانية ممكن يحصل ككومبليكيشن اوتايتس ميديا ممكن يحصل ككومبليكيشنز مهمة ساعات يسموها السب كونجكتايفال هيموريج على اعتبار انه في تيني بلاد فيزلز البلاد فيزل رفيعة جدا فتخيلوا من البريشر اثناء الكف ذا يحصل رابشر لهذه البلاد فيزلز فيحصل ما نسميها بالسب كونجكتايفال هيموريج. حتى ساعات يقولوا انه ممكن يحصل سيريبرال هيموريج نتيجة للبريشر مع الكف اللي حيحصل ده لكن الغالب انه حيحصل سب كونجكتايفال هيموريج. كيف نعمل لاب دايجنوسيس؟ سهله جدا نروح نشوف اول شيء السبيسمن. اول امر بالتاكيد الدايجنوسيس كلينيكالي اكيد 100% والدايجنوسيس اللاب دايجنوسيس اللي حنقول عليه هو كجانب اكاديمي لكن الاساس هو كلينيكالي. النقطه الاولى ممكن نعمل نازوفارينجيال سيكريشن باي البرينيزال سواب بالشكل هذا او نخلي الطفل يعمل كف على بليت نجيب البليت ونخليه يعمل كف. نعمل بعدها الخطوه الثانيه دايركت ديتكشن سواء بالاميون في الدايركت اميون فلوريسنت ان احنا نروح نجيب السلايد ونثبت عمليه الانتيجين اللي حصل ونروح نجيب انتيباديز مربوط بالفلوريسنت. فلو حصل انه بايندينج واعطانا عمليه الجرين ابل ابييرنس نقول والله اذا هذه فعلا بورديتيلا برتاسس. او نعمل على طول من الدايركت من السبيسمن مباشره نعمل عمليه نشوف هل الدي ان اي حق البورديتيلا برتاسس موجود عن طريق الريال تايم بي سي ار. او نعمل قضيه الكالشر وهي زي ما قلنا في معنى الشاركول البلاد اجار او معنى البوردت جينجو ميديا ودي زي ما قلنا عاوزه 7 دايز ونعمل لها ايدنتيفيكيشن بالاتي. طبعا هي بتعطينا كاركترستيك اللي سميناها ميركوري دروب ابييرنس واحده من الاشياء الشهيره لها. عاوزين نتاكد انها فعلا هذه الكولوني هي فعلا البورديتيلا برتاسس نروح نجيب الكولوني على سلايد ونروح نجيب الانتيباديز سواء محمل او مربوط بالفلوريسنت او نعمل سلايد اجلوتينيشن او هذا اللي هو انتيباديز محمول او مربوط بالفلوريسنت. النقطة اللي بعدها اللي هي اللاب دايجنوسيس بالسيرولوجي. السيرولوجي هنا يوزلس ما لهش معنى خالص. ليش؟ لأنه مش حيظهر
الانتي بوديز الا في الاسبوع الثالث من الديزيز، فبالتالي حيجي قد طور البرتاسس، يعني قد الناس يسمعوا به يعرفوه كلهم ان هذا سعال ديكي، فما لهاش معنى لان الانتي بوديز هنا متاخره. كيف نعمل تريتمنت؟ نعمل تريتمنت كالاتي: اريثرومايسين يعتبر دراج اوف تشويس، والاريثرومايسين احنا نفضل انه يعطى زي ما قلنا ايرلي لان البكتيريا في الكاتارال ستيج بتكون عددها كبير. والنقطة الثانية لو في واحد طفل مصاب بالويبين كف نعطيه اريثرومايسين، والطفل اللي مش مصاب كمان كبروفلاكسس نعطيه اريثرومايسين. البريفنشن، البريفنشن الفاكسين القديم كان يسموه دي تي بي اللي هو الدي للدفتيريا وهو عبارة عن توكسويد، والتي للتيتانوس وهو عبارة عن توكسويد، والبي عبارة عن البرتاسس لكنه كور، ويعطى للتشيلدرن من في الشهر الثاني والرابع والشهر السادس. لكن جابوا الفاكسين الجديد اللي يسموه كده، يسموه دي تي اي بي فاكسين. قالوا يا جماعة ما دام الدفتيريا توكسويد والتيتانوس توكسويد فنخلي البرتاسس توكسويد. فكيف عملوها؟ راحوا شافوا الجين المسؤول عن التوكسين، فغيروا في الجين مع المحافظة على الانتيجين اكستراكشر زي ما هو، فتحول الى توكسويد ليس بالفورمالين ولكنه جينيتيكالي، فتحول الى توكسويد. فهذا اللي المفروض الان ينصحوا انه يستخدم هذا الفاكسين اللي هو الدي تي اي بي فاكسين. كنت معكم في ما مضى في موضوع البورتيلا برتاسس، تكلمنا عليها بالتفصيل. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.